السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء ومتابعين قناتكم المبدعين، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن فكرة إزاي تصنع شاحن لبطارية الليثيوم أيون باستخدام دائرة بي إم إس، نظام شحن البطاريات. دائرة البي إم إس أنا استخرجتها من بطارية موبايل قديمة زي دي. أنا كنت عملت فيديو سابق عن إيه مواصفات دائرة البي إم إس اللي تنفع لشحن بطارية الليثيوم. الطرف الأول هو الموجب، والطرف الأوسط بي اس اي المداس للشحن أو مقياس الشحن، والطرف الثالث هو الطرف السالب. معانا الباور سبلاي أو شاحن موبايل بيدخل 5 فولت، الطرف السالب هيوصل على طول على الطرف السالب، الطرف الموجب هنستخدم دايود رقم 4007، ممكن نستخدم دايود تاني هنوصله عن طريق التوازي لضمان مرور تيار أعلى. الطرف هيرجع تاني، هنوصله بالطرف الموجب. لضمان مرور تيار كهربائي بالدايرة هنستخدم ليد بحيث نضمن مرور تيار كهربائي بالدايرة، مما يؤدي لخفض الجهد إلى 4.2 فولت. الطرف الخلفي لدايرة البي ام اس، الطرف الأول هو الطرف الموجب، والطرف الأوسط هو الطرف السالب. هنوصل الطرف السالب بالبطارية والطرف الموجب بالبطارية اللي هي 3.7 فولت. طبعا الطرف الموجب مشترك مع بعض، والطرف السالب داخل على المسفت او الاي سي الموجود بالدايرة. هستخدم 2 دايود رقم 4007 لضمان مرور تيار اعلى من استخدام دايود واحد، هنوصلها عن طريق التوازي. هنوصل الطرف الكاسود بطرف الدايرة. احنا استخدمنا الديود لعمل خفض في الجهد من 5 فولت الى 4.2 او 4.3 لضمان خفض الفولت لابد من مرور تيار. هنستخدم لمبة ليد مع مقاومة قيمتها 220 اوم، وبكده نكون انتهينا من عمل الدايرة. فاضل نغذي الدايرة بمصدر 5 فولت. الدخل الفولت اللي معانا 4.86%، هنوصل الطرف السالب. ثلاثة وثمانية من عشر فولت. في حالة فصل الدائرة الفولت الموجود بالبطارية حاليا 3.82 فولت، هنوصل للطرف السالب ونشوف بعد ربع ساعة البطارية وصلت كم في المية. ورجعنا لحضراتكم بعد مرور ربع ساعة من بداية الشحن. هنشوف البطارية الأول قبل الشحن كانت 3.82%، هنفصل الشحن دلوقتي ونشوف قيمة الشحن 3.84%، يعني في خلال ربع ساعة يعتبر زادت 2%، وطبعا ده شيء كويس لشحن البطارية. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة عن كيفية عمل شاحن لبطارية الليثيوم ايون باستخدام دائرة بي ام اس واستخدام دايود فقط لا غير.
شكرا متابعين قناة المبدعين، أتمنى تكونوا استفدتم من الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.